نحن الأردن الأردنية نحن اسمحوا لها ما عندنا مشكلة مشكلة أنت أنا قلت لك عشان هذا أسبوع بس الشرطي ما في احد مخزن الله احتياطا يعني؟ لا يعني ما نبي احد يخزن بطاط عشان يرفع السعر ولا شيء. لا 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 اوكي. شوف اسلوب الجملة. لا ما شاء الله. ارتفع اسعار شحن الحاويات سلمان. هذه اكيد بيرتفع للظاهر. الحين الامور طيبة يعني. نحاول ان نوصل ان شاء الله هذه اكيد امور طيبه نحاول نوصل